طب الحيل حنيت وساعد الله تهد. يا جماعة احنا معانا ال 11 اهوت، والطلعة الجاية ان شاء الله هنطلع لكم بالكرال التركي. ان شاء الله يا معلم، ربنا يخليك يا معلم خالد. حلاوتك يا بتاعكم الكرال التركي يا جماعة، عشان ايه محدش بس يكره البنادق بتاعته، ولا احنا عاوزين زي ال 11. والله احنا الحمد لله يا جماعة بنطلع بأي بنادق، ان شاء الله هنفرجكم بإذن الله البنادق الكرال التركي هنعمل بيها ايه. السلام عليكم. الله زي ما انت زي ما انت. هات التاني يلا. واقف اهو، بقول ايه اللي حصل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عرفوا ابو هيكل، يلا نزلوا جنب اخته، بس يا خسارة تضير. الله الله الله، هاتهم الاثنين يلا، انهضوا قبل ما يخش في الدور يا خالد بسرعة، عشان لسه فيه الروح. هاتوا هاتوا من ودانه يا جماعة. الاثنين نازلين نازلة 10 على 10. البتاع طلع يجري في الدورة، ودي خلصانة نازلة خلصانة. هاي خالد جاب التاني اهو. حلاوتك يا ابو هيكل يا علمي. ايوه كده متع حبيبنا. ما هو لو ما اتضيرش كان نزل زي اخوه. لو ما اتضيرش كان نزل زي اخته يا خالد. لكن هو اتضير، التضييره دي بتعمل مشكله. احلى ابو هيكل في العالم، كله على اللايف يا رجاله. يا جماعه لو جابكم الضربات دي اشتركوا لي في القناه وتفعلوا لي الجرس وتعملوا لي لايك. احلى لايك لو ماشي. الله ينور عليك ابو هيك. نقيهم بقى يلا. الله اكبر عليك ابو هيك. عاش يا بطل، عاش يا عالمي. عاش ابو هيك، عاش يا بطل. الله ينور ابو هيك. طبعا يا جماعه تحت النهارده ان شاء الله باذن الله. خليكم معانا. قشط عليك ابو هيكل. الله ينور يا عسل. احلى صباح عليك يا حبيبي. اشتركوا لي في القناه وفعلوا لي الجرس وتعملوا لي لايك. الله ينور. طيح فوق. حلاوتك يا ابو هيك. الله ينور يا عسل. عليه افضل الصلاه والسلام. اشتركوا لي في القناه، انا عارف يا جماعه ان انتوا حبايبي وهتشتركوا لي في القناه بتاعتي. ان شاء الله اشتركوا لك ابو هيك. احلى صباح عليك يا كناسي علامي. الله الله، احلى ابو هيكل في الدنيا. الناس بتستغرب بيقول هو جابها منين دي. الله ينور يا علامي، احلى ابو هيكل. مع نرجو الاشتراك في القناه بتاعتي، تفعيل الجرس ان شاء الله. القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. احلى ابو هيكل. الله ينور عليك ابو هيك. الله الله اكبر عليك يا ابو هيكل. الله اكبر عليك يا ابو هيكل. عاش يا بطل. انزلوا يا جماعه دلوقتي اشتركوا لي في القناه تحت. تستاهل اشتراك ابو هيكل.
كل حبايبنا اللي منورنا. صباح الفل. الله الله ينور عليك يا ابويا. طبعا يا جماعه احنا ما بنضربش ضربه الا ان شاء الله نبقى عارفين اللي احنا هنجيبوها. ضربه مش هنعرف نجيبها حتى لو قريبه خالص مش هنعرف ما نرضاش نضربها يعني. حبيبي يا ابو هيكل الله ينور. الله الله الله. الله الله. خش يا غالي. بسم الله الله اكبر. الله ينور يا ابو هيك. تاخدوا الضربه من هنا يا جماعه بتخلص من هنا. الله ينور يا غالي. يلا ضربه مات. احلى ابو هيكل في الدنيا. يلا يا جماعه اديكم ميه. يلا يلا يا غالي. الله حلاوتك يا دي يا ابو هيك. يا دي يا ابو هيكل يا غالي. بسم الله ما شاء الله. خالد الله الله عليك. هات التانية. اصبر اصبر. هات التانية. هات التانية يا ابو هيكل. الله ينور يا غالي. الله الله. اهي ماشي. هاتها من الشارع من عندك. الله عليك يا ابو هيكل. عدي هاتها بقى. يلا المعديه عندك اهي يا جماعه. يروح يجيبها. مسافه جميله. مسافه يا جماعه والله 10 على 10 يا جماعه. على فكره قبله حاجاته هناك بيضربها برضو. اه يا ابو هيكل وراك هنا اهو بقى تحت الشجر عندك. الله ينور يا غالي. تعال بقى بيها. تعال بيه. طب يلا ماشي. خالد يا جماعه اهو لف يجيب الثانيه. ضرب واحده كمان وهو جاي. الله ينور عليك يا ابو هيكل. احلى ابو هيكل. خش يلا. الله الله عليك يا عالمي. عاش يا بطل. الله يبارك لك. عليك يا عم الحاج. ايه رايك؟ عليك يا ابو الحاج. بسم الله الله اكبر. السكينة معانا اهي. يلا يا خالد اذبح. اخلص. احلى ابو هيكل. خش على طول. يلا احلى ابو هيكل. الله الله ينور عليك ابو هيكل. بسرعه بقى قبل ما تخش تحت العربيه. هتدوخ. اديها كمان واحده. عاش يا بطل. خلي بيتك. يلا خليكم. الله الله عليك ابو هيك. هات التانية اهي. عدي بالسكة. يلا علي ابو هيكل كده اهو. الله ينور يا ابو هيكل. احلى ابو هيكل. بنزل قدامي بقى يا خال. الله حلاوتك يا جمالك. خليت لي الحلوين ايه. احلى ابو هيكل. بسم الله ما شاء الله. هيشتركوا لك ابو هيك. معانا يا جماعه. صباح الفل. الله